أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. بعد الفاصل مشاهدينا نبدأ معكم بصحافتنا المحلية. نرحب معكم مشاهدينا بضيفي الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر المطيري، حياك الله معنا. يا مرحبا أخوي سعود، حياكم الله. إذن مشاهدينا، تتصدر صحافتنا المحلية جولتنا بهذا الخبر من صحيفة الصباح حول تأكيد الحكومة خلال جلسة مجلس الأمة أمس أنها ماضية في سياسة تكويت الوظائف بجميع الجهات الرسمية خصوصا بالقطاع النفطي. نتحول إلى صحيفة الكويتية التي أوردت إعلان وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية الدكتورة رنا الفارس، إضافة دفتر ملكية المركبة والبطاقات المدنية للأبناء إلى محفظة الوثائق الرقمية تطبيق هويتي. ننتقل إلى عنوان آخر في صحيفة الشاهد، وزير الشؤون يصدر قرارا ينظم آلية الضبطية القضائية وضوابط عملها في قطاع التعاون. في أيضا صحيفة الرأي مشاهدينا التي نشرت أن البدء بتطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما سيكون غدا الخميس، مشيرة إلى أن الإجراءات التنظيمية فيما يخص نظم المعلومات للبدء بإرسال الرسائل المسجلين من هذه الفئة من المتوقع أن تنتهي اليوم. صحيفة القبس قالت إنه رغم تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال خصوصا الرضع الأقل من عام بسبب ضعف مناعتهم، طمأن أطباء متخصصون في طب الأطفال والخدج بأنه لا خطورة كبيرة على هؤلاء الصغار من جراء الإصابة بالفيروس، لافتين إلى أن ما يزيد على 95% من المواليد الخدج والرضع لا يعانون من أي أعراض حتى بعد ثبوت إيجابية المسحة، ولا يعاني سوى عدد قليل منهم من مضاعفات شديدة. وحول أيضا متحورات كورونا مشاهدينا، نشرت صحيفة النهار دراسة دنماركية نشرت الاثنين أظهرت أن نسخة أخرى من المتحور أوميكرون مسمى BA2 معدية أكثر من النسخة الأصلية BA1. ونقلت النهار عن الهيئة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية قولها في بيان أن الدراسة تظهر أنه في حال أصيب شخص في منزله BA2 فهناك خطر عام بنسبة 39% بأن يصاب فرد آخر في المنزل خلال الأسبوع الأول، في المقابل إذا أصيب شخص BA1 فإن الخطر سيكون 29%. وفي صحيفة الوسط نقرأ تأكيد الهيئة العامة للقوى العاملة أمس استمرار صرف دعم العمالة الوطنية أثناء فترة التجنيد، وذلك تطبيقا لقرار استمرار صرف دعم العمالة الوطنية لمستحقيه الملتحقين بالخدمة الوطنية العسكرية. ما في صحيفة الأنباء مشاهدينا، فتناولت إعلان الهيئة العامة للقوى العاملة عن خطوات تجديد إذن عمل لمن بلغ عمر 60 عاما فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، وبالتالي أصبح تجديد إذن العمل متاحا وفق الخطوات التي حددتها الهيئة. خبر آخر في صحيفة الجريدة حول إعلان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ إن الأجهزة الأمنية لن تسمح لقلة من المستهترين بتعريض حياة الآخرين للخطر في الطرق والشوارع.
مشاهدينا ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وياكم إلى الصحف العربية والعالمية. مستجدات الساحة المحلية، ورصد متواصل لأحداث العالم، تغطية مستمرة على مدار الساعة، وبرامج متنوعة تشمل مجالات مختلفة، كل ذلك وأكثر في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار والبرامج السياسية بحلته الجديدة. أهلا بكم مجددا. صحيفة ميدل إيست آي أبرزت إصدار منظمة العفو الدولية تقريرا، وتقول قوة حقوق الإنسان فيه إن الفصل والتمييز المؤسسي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يشكل نظام فصل عنصري. واعتبرت الصحيفة منظمة أمنيستي أحدث منظمة حقوقية تقر هذا التصنيف. وقالت منظمة العفو الدولية أن نظام الفصل والتمييز المؤسسي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين كجماعة عرقية في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها يرقى إلى مرتبة نظام الفصل العنصري وانتهاك خطير للالتزامات الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان. كما أن المنظمة دعت إلى عودة اللاجئين إلى أرضهم. مشاهدينا، لاقى تقرير منظمة العفو الدولية أمنيستي أن الذي يتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم فصل عنصري ترحيبا فلسطينيا كونه يتمتع بقيمة قانونية ويعطي المحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية. وحسب الصحيفة الحياة الجديدة، فقد قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية يتمتع بقيمة قانونية في القانون الدولي، لأنه يعطي المحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية ترتكب ضد الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج لأعمال مرتكبة من سلطة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين. إذن دكتور، تقرير مهم هنا من إحدى أكبر المنظمات الحقوقية العالمية، لكن السؤال ما الدور الذي يقع على السلطة الفلسطينية في توظيف هكذا تقرير لمحاكمة الاحتلال؟ نعم سعود، يعني بالطبع عندما تحدث عن أهمية هذا التقرير أكيد بداية يعني تنطلق الأهمية من أهمية هذه المنظمة. منظمة العفو الدولية هي أحد أكبر المنظمات الإنسانية العالمية، وهي منظمة حيادية ديمقراطية لها سلطة ذاتية وسلطة مالية مستقلة عن الدول وعن الحكومات، ومحايدة أيضا بعيدة عن التأثيرات الدينية والعقائدية أو الاقتصادية أو أي إيديولوجيات أخرى. وبالتالي تتمتع منظمة العفو الدولية بمصداقية كبيرة في تقاريرها التي تنشرها سنويا حول الأوضاع الإنسانية في العالم، أوضاع السجناء وكل ما يخل بالوضع الإنساني العالمي. نحن اليوم أمام يعني تقرير مهم، وتقرير ربما يمثل نقلة نوعية باتجاه يعني دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ومعاناته الطويلة. هذا التقرير بالفعل سلط الضوء على الممارسات العنصرية الإسرائيلية، وأنه إسرائيل أصبحت دولة عنصرية، يجب اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية الدولية لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية التي تنتهج يعني نهج قمعي، نهج عنصري، نهج يقوم على النقل القسري والسجن والتعذيب والقمع والاستيطان ويعني ترحيل المواطنين من أراضيهم وكذلك تهجيرهم، إضافة إلى العديد من الممارسات اللا إنسانية المستمرة. هذا الأمر يضع أيضا اليوم المسؤولية السياسية والمسؤولية الإنسانية على السلطة الفلسطينية بأن تنتهز فرصة نشر هذا التقرير وأن تبادر بالتحرك القانوني الدولي مع محكمة الجنايات الدولية، وأن تكون هناك تحركات دبلوماسية فلسطينية تجوب العالم لعرض هذا التقرير، ومن أجل يعني الانتصار للحق الفلسطيني وإدانة السلطات الإسرائيلية التي استمرت طوال السنوات الماضية على انتهاك
حقوق الفلسطينيين وانتهاج نهج التمييز العنصري، وبالتالي هذا الأمر أيضا إضافة إلى السلطة الفلسطينية يحمل المجتمع الدولي أيضا مسؤولية أخلاقية بأن يتبنى تقرير منظمة العفو الدولية الذي بالفعل يفضح الممارسات العنصرية الإسرائيلية. كما نعلم أنه موضوع التمييز العنصري مرفوض وفق القوانين الدولية، وبالتالي وفق التجارب السابقة في العالم كانت هناك حكومة عنصرية في جنوب أفريقيا وكانت تخضع لمقاطعة وتخضع لإجراءات وتدابير من قبل الدول العالمية. هذا الأمر يجب أن يعني يسري أيضا بالمثل على إسرائيل التي ثبتت بالفعل من خلال هذا التقرير ذو المصداقية العالية الصادر من قبل منظمة العفو الدولية، وهي منظمة محايدة وذات حياد واستقلالية ونزاهة في تقاريرها. يتطلب بالفعل استغلال هذا التقرير لأن يكون حجة دامغة في وجه التعنت الإسرائيلي، في وجه التمييز العنصري الإسرائيلي، من أجل المساهمة في رفع معاناة الشعب الفلسطيني. نعم. الذي يعاني الاعتداءات ويعاني السجن ويعاني التهجير ويعاني من الاستيطان والترحيل. نعم دكتور، بالرغم من الممارسات التي ذكرتها اللا أخلاقية واللا إنسانية من قبل حكومة الاحتلال تجاه يعني الفلسطينيين، وأيضا بالرغم من أهمية هذا التقرير وما تضمنه من حقائق، تعتبر أمنستي أحدث منظمة حقوقية تقر هذه الانتهاكات. برأيك لماذا المنظمة تأخرت كثيرا بإصدار هذا التقرير؟ طبعا المنظمة يعني ربما كانت هناك بعض الاعتبارات التي جعلت تقريرها متأخر نسبيا عن منظمات أخرى سبقتها، أيضا كون أنه كان هناك تبريرات من قبل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كبالة التي ذكرت بأنه طوال السنوات الماضية كانت المنظمة ممنوعة أو محظور عليها الدخول إلى المناطق الفلسطينية غزة والضفة الغربية والمناطق الفلسطينية الأخرى من قبل السلطات الإسرائيلية. وهذا يوضح بشكل يعني جلي بأنه فعلا السلطات الإسرائيلية تتستر على ممارسات ولا تريد أن ينفضح أمرها أمام المنظمات الدولية المستقلة من خلال الممارسات الكثيرة اللا إنسانية والممارسات التمييزية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وكما ذكرت الأميرة العامة لمنظمة العفو الدولية التي قالت بأنه إعداد هذا التقرير استغرق عمل 4 سنوات من جهود رصد مكثفة ومتابعة حتى خرجت بهذا التقرير الدقيق والرصين الذي بالفعل يمثل حجة بيد الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وحجة على العالم من أجل أن يمارس مسؤولياته الأخلاقية في نصرة الشعب الفلسطيني في كبح جماح هذا التمييز العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم، إذن مشاهدينا، روسيا توجه ضربة أخرى للآمال الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية. العنوان بمجلة نيوزويك التي أفادت بأن سفارة روسيا في واشنطن قالت إن موسكو لن تتأثر بالتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية. جاء البيان في أعقاب تبادل الاتهام بين موسكو وواشنطن في مجلس الأمن، حيث بدت احتمالات الدبلوماسية التي تخفف المخاوف من غزو بقيادة موسكو لأوكرانيا أبعد من أي وقت مضى. إذن دكتور ناصر، نبقى يعني في الفترة الماضية تبقى ملف الأزمة الأوكرانية الروسية دائما على الساحة وفي عناوين الصحف تتصدر نبرة الخطاب إذن بين المتصارعين على خلفية هذه الأزمة الأوكرانية في ارتفاع، فهل حظوظ الحلول الدبلوماسية برأيك تتضاءل؟ يعني طبعا حاليا الواقع الراهن حول الأزمة الروسية وحلف الناتو، هي هناك سباق حقيقة محموم بين المساعي الدبلوماسية من أجل احتواء هذه الأزمة التي تنذر باشتعال حرب، وبين يعني الاستعدادات العسكرية أيضا المتسارعة والمكثفة على جانبي الحدود الأوكرانية، سواء الحشد العسكري الضخم للقوات الروسية التي تجاوز أكثر من 120 ألف جندي، إضافة إلى الآليات الكبيرة والضخمة والدبابات والصواريخ على طول الحدود الأوكرانية، إضافة إلى هناك أيضا حركة تسليح وحركة يعني نوع من التكثيف للاستعداد العسكري لدى أوكرانيا وبدعم من حلف الأطلسي ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي بالفعل
دودت أوكرانيا ب 500 طن من الأسلحة من أجل يعني أن تكون أسلحة دفاعية في مواجهة الاستعدادات الروسية للغزو المتوقع أو يعني المرجح ربما في حال يعني فشل كل الجهود الدبلوماسية. حاليا تجري جهود دبلوماسية عديدة، هناك تحرك من قبل رئيس الوزراء البريطاني جونسون بين كييف وموسكو في محاولة لاحتواء هذه الأزمة، وهناك أيضا تحرك وتواصل واتصال بين الرئيس الفرنسي ومع الرئيس بوتين من أجل الوصول إلى صيغة معينة. هناك تحركات عديدة، هناك دعوات للعودة إلى صيغة نورماندي لتجمع أربع دول، ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا، للجلوس إلى طاولة التفاوض لتحديد المطالب والشروط للوصول إلى نقطة التقاء يمكن أن تصل يعني بنا لتجنب هذه الحرب التي أصبحت يعني توشك بالاشتعال. إضافة إلى ذلك يعني هناك أيضا ربما بعض الحرب الكلامية التي تجري حاليا بين واشنطن وموسكو. يعني واشنطن سلمت الأسبوع الماضي ورقتها والرد على الطلب الروسي للضمانات الأمنية المطلوبة، لا تزال روسيا وعلى لسان بوتين أنه غير راضية تماما عن الرد والورقة الأمريكية، وأن هذه الضمانات غير كافية، لا تزال تطالب بمطلب رئيسي وهو ألا تمنح أوكرانيا حق الانضمام إلى حلف الأطلسي. روسيا تريد أن تكون منطقة عازلة بينها وبين حلف الأطلسي، لا تريد أن يكون هناك تجاور لحدودها مع حلف الأطلسي وأن يكون هناك نشر للصواريخ الأطلسية على الحدود الروسية. هذا تراه موسكو بأنه يهدد الأمن القومي لها. على كل حال هذه نعم. السيناريوهات الدبلوماسية الحالية الجارية، ولكن أيضا هناك سيناريوهات الحرب التي يمكن أن لا تخرج عن ثلاث يعني سيناريوهات. الأول أن يكون هناك غزو روسي لدونباس وهو الإقليم الأوكراني ذو الأغلبية الروسية، أو يكون هناك دخول على كييف من خلال بيلاروسيا لترتبط بتحالف مع روسيا، أو أن يكون هناك يعني التوصل لمعاهدة سلام واتفاق بعد كل هذه الجولات من التفاوض والمساعي السلام الجارية على الصعيد الدولي. نعم دكتور ناصر، نبقى في نفس الموضوع. وجاء مانشيت فورين بوليسي: القليل من الوحل لن يوقف بوتين، بينما يحاول العالم تمييز ما يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفعله بأوكرانيا. تحول الانتباه إلى مؤشر متواضع قد يقدم بعض الأدلة حول موعد حدوث غزو محتمل. الوحل، ركز نقاد التلفزيون والصحفيون وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن على فكرة أن الجيش الروسي بحاجة إلى الانتظار لشن هجوم حتى منتصف فبراير على الأقل، عندما تتجمد الأرض حول حدود أوكرانيا بشدة، مما يتيح للقوات البرية الروسية لتتدحرج دون الوقوع في الوحل. قال بايدن في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر: سيضطر بوتين إلى الانتظار قليلا حتى تتجمد الأرض حتى يتمكن من العبور. إذن دكتور ناصر، وكأن الغرب هنا ينتظر شن الهجوم لكنه سيتأخر، أليس في ذلك قبولا ضمنيا لمثل هذا الفعل؟ طبعا هناك استعداد نفسي لدى الغرب إن صح التعبير بأنه يعني ممكن أن تحول الأزمة الحالية إلى يعني الدخول واقتحام روسي إلى أوكرانيا، ولكن كما يبدو حسب التحليلات العسكرية وقراءة الأوضاع المناخية وأيضا دور الأرض بذلك، حاليا هناك يعني حالة من البرودة والثلوج، وهناك يعني خلال النصف الأول من هذا الشهر يكون تجمد أكثر في الأرض، ويتوقع أن القوات الروسية لا يمكن أن تتحرك في الفترة الحالية لأنه هناك نوع من ما يعتبر الطين في الأرض ربما يعيق حركة القوات والآليات الروسية، أنه يعني إذا كان وقت التحرك لن يكون إلا بعد أن يكون هناك ثلوج وتجمد الأرض يسهل تدحرج القوات الروسية للتقدم باتجاه أوكرانيا إذا كان هناك خيار للحرب وبعد فشل الحلول الدبلوماسية. ولكن على ما يبدو نعتقد بأنه أو توقعاتنا أنه الأزمة الروسية مع حلف الأطلسي ستنتهي بمعاهدة، لن تخوض الحرب كل الجانبين لأنه كل منهما يقرأ الخسائر والأرباح في ذلك الأمر. روسيا تعاني من انتهاك أو إنهاك اقتصادي
يعني وأزمات اقتصادية بالفعل. أوروبا أيضا ستواجه أزمات كبيرة، وهذه وقعت الحرب هي حرب متعددة الأقطاب، لن تكون حربا محدودة أو مؤقتة، بل حرب يشترك فيها حلف الأطلسي بكل الدول الأوروبية، ويواجهه روسيا وربما أيضا تتحالف مع الصين. هذه تهدد بحرب كبيرة، حرب كونية تهدد الاستقرار والأمن العالمي. لذلك الحسابات السياسية والحسابات العسكرية يجب أن تكون محسوبة بشكل دقيق يراعي مصالح الدول ومصالح المجتمع الدولي. في يني شفقة تركيا، مشاهدينا، تنقل عن خبراء تأكيدهم أن الرد الروسي على العقوبات الأوروبية التي ستفرض في حال احتلال أوكرانيا سيكون بخفض تدفق الغاز للدول الأوروبية، مما سيدفع أوروبا للبحث عن طرق بديلة لتأمين الغاز، ولا سيما أنها تعتمد بنسبة 40% على الغاز الروسي. وأوضح خبراء أن أوروبا حولت أنظارها إلى استيراد الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج ومصر والجزائر وأذربيجان وقطر، وذلك استجابة لأسوأ السيناريوهات المحتملة. أما في لوموند الفرنسية من جانبه، تتوقع أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كييف غدا الخميس، حيث يلتقي نظيره الأوكراني لتعزيز الشراكة العسكرية الصناعية. وتقول أن دعم أوكرانيا دون إثارة غضب روسيا هو عملية التوازن التي يتوقع أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إليها في كييف يوم الخميس. وتعتبر لوموند اللعبة ستكون صعبة على أردوغان الذي يحتفظ بعلاقات مميزة مع كلا الطرفين، لدرجة أنه عرض وساطته لتسوية النزاع. نتحدث هنا دكتور ناصر عن قيمة التدخل التركي، خصوصا أن تركيا عضو في حلف الشمال الأطلسي، ولديها كما ذكرت الصحيفة علاقات متميزة مع روسيا. إذا ما قيمة التدخل التركي هنا من حد التوتر في هذا الصراع، وكيف يمكن تحقيق ذلك دون ما يعني إغضاب أحد الطرفين؟ طبعا سعود، علينا أن نعلم بأن تركيا تعتبر عسكريا هي ثاني أكبر قوة في حلف الشمال الأطلسي، وتركيا بحكم موقعها وعلاقاتها الدولية تتبع في هذه الأزمة، أزمة الأوكرانية والأزمة الروسية مع حلف الناتو، تتبع سياسة مزدوجة، فهي ترتبط طبعا باعتبارها عضوا في حلف الشمال الأطلسي، لها علاقات مع الأمريكية ومع الحلف، وبالتالي أيضا لها أيضا علاقات مع روسيا، وهناك منظومة صواريخ S-400 التي أغضبت أمريكا، هذه منظومة صواريخ روسية استخدمتها أو تعاقدت فيها تركيا مع روسيا، لديها مصالح اقتصادية ومصالح أيضا سياسية مع روسيا في كثير من المواقع، لذلك تتبع سياسة مزدوجة وتحاول التوفيق بين الجبهتين. يعني تركيا زودت أيضا أوكرانيا بمنظومة أسلحة، صواريخ، طائرات مسيرة، هذا الأمر لا شك أيضا يثير احتجاج أو ربما عتب أو غضب روسيا على تركيا باعتبارها ترتبط بها بعلاقات، لذلك تركيا حائرة وتحاول أو تطلب أن تريد أن تمارس أو تلعب دور الوسيط في هذه الأزمة، ولكن على ما يبدو من خلال التصريحات الصادرة أو التلميحات الصادرة من موسكو بأنه روسيا لا ترغب بأن تكون تركيا وسيطا مقبولا، كون لها علاقات مع حلف الأطلسي ولا يمكنها أن تكون وسيطا مقبولا أو ناجحا في هذه الأزمة، لذلك كما هو واضح تركيا حائرة في الأمر بين علاقاتها الأطلسية العسكرية والأمنية والسياسية، وبين علاقاتها الاقتصادية وعلاقاتها أيضا العسكرية مع موسكو. هذا التوازن بالفعل يوجد حالة من القلق وربما الازدواج في العلاقة بين الجبهتين الروسية أو الأطلسية. ننتقل معك وسادة المشاهدين إلى صحيفة نيويورك تايمز، نشرت تقريرا جاء فيه أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط وتدخل مكانها الصين التي وسعت من علاقاتها مع دوله من خلال استثمارات في مشاريع البنى التحتية والتعاون في مجال الأمن والتكنولوجيا. وتعلق الصحيفة أن الصين لا تزال بعيدة عن منافسة الدور الأمريكي الضخم في الشرق الأوسط،
لكن دوله تتطلع وبشكل متزايد إلى بكين، ليس لشراء نفطهم ولكن لكي تستثمر في بناها التحتية والتعاون في مجال التكنولوجيا والأمن، وهو توجه قد يزيد لو قررت الولايات المتحدة الخروج. وأكدت الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان وأفغانستان حاجة الصين لعلاقات مستقرة في المنطقة. إذن دكتور ناصر، هل تتوقع فعلا أن تحل الصين تدريجيا مكان الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع تزايد انسحاباتها؟ سعود، طبعا يعني لا يخفى على أحد اليوم هناك تنافس دولي على من يتربع أو يحتل يعني النفوذ على المسرح الدولي. هناك تنافس واضح في المرحلة الراهنة بين روسيا، بين الولايات المتحدة والصين، سواء في النواحي التجارية الاقتصادية أو في النواحي حتى العسكرية. كما تعلمون حاليا هناك صعود للنجم الصيني اقتصاديا، أصبح التنين الصيني كبيرا بحجم يعني اقتصاديات عظيمة في العالم، وأصبح له تأثير وتوسع وأيضا تحالفات مع روسيا وغيرها. وبالتالي يعني هناك أيضا سعي من قبل الصين للتمدد وفتح علاقات اقتصادية مع دول الشرق الأوسط، وأيضا الصين ترتبط مع إيران في هذه المنطقة. ولكن في حال الحديث عن الصورة الواقعية، هل يمكن أن يكون الصين بالفعل بديلا أو حليفا جديدا للشرق الأوسط، أو يكون له تواجد ونفوذ أكبر في ظل التراجع الأمريكي حاليا أو الاستدارة الأمريكية عن المنطقة، وهناك أولويات أمريكية جديدة يعني لتشغل أمريكا عن الشرق الأوسط في الوقت الراهن، سواء داخلية أو سواء في المواجهة مع روسيا في الأزمة الأوكرانية أو غيرها. لذلك ولكن يعني من خلال التاريخ الطويل للعلاقات الأمريكية الشرق أوسطية والدور الأمريكي في الخليج وعلاقاتها المتجذرة والتحالف الاستراتيجي مع العديد من دول الخليج ودول المنطقة، أعتقد لا يمكن أن يرقى إلى مستوى أن تحتل الصين مكان الولايات المتحدة في هذه المنطقة. ربما تقتصر العلاقات والنفوذ الصيني في المنطقة على علاقات اقتصادية وعلى مشاريع تجارية كبيرة وخطوط يعني حركة تجارية، أكثر من أن تكون يعني علاقات أمنية أو عسكرية. طبعا دول الخليج تقوم أو قامت بكثير من الاتفاقيات التجارية الكبيرة مع الجانب الصيني من خلال يعني نوع من التوازن السياسي في علاقاتها بين الشرق والغرب. نعم. وهناك علاقات لا شك مع الصين متوازنة مع جانب بين دول الشرق الأوسط وخصوصا الخليجية، وعلاقات أيضا غربية تحافظ عليها. هناك محافظة أيضا وأولوية للعلاقات الخليجية الأمريكية، وهي من الثوابت التي لا يمكن أن تحتلها الصين وتكون بديلا للدور الأمريكي في المنطقة. نعم. ننتقل إلى صحيفة الأهرام مشاهدين، التي تناولت المرشحة اليمينية للانتخابات الفرنسية ماري لوبان، وقالت إنها أبرز المرشحين في الانتخابات الفرنسية، وهي ترى أن التنوع الثقافي باء بالفشل، وتطالب بالتخلص من أسلمة المجتمع الفرنسي، وتعهدت بمنع ذبح الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية وبيع اللحم أو تقديمه في المطاعم على أنه حلال، وتم وصفها بأنها أخطر شخص على البلاد، وتم اعتبار فرضية وصولها إلى السلطة بمثابة زرع التفرقة والحرب الأهلية بفرنسا، لا سيما بعد تصريحاتها عن إجراءات بحق الجزائر. مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم لصحيفة الجارديان بقلم كارولينا ويجورا وباروسلاف كويس بعنوان: من أوروبا الشرقية نشاهد أوكرانيا في خوف، قد يؤثر مصيرها على مستقبل القارة. المقال يرى أن هناك نقطتين واضحتين تماما بشأن الأزمة الأوكرانية. أولا، يرغب فلاديمير بوتين في إعادة فرض السيطرة الروسية على أوكرانيا مهما كان الثمن،
ثانيا بغض النظر عما يقرره بوتين في الأزمة الحالية، هناك مخاوف حقيقية في وسط وشرق أوروبا من أن الحدود المستقرة مهددة الآن، ما بدا غير واقعي في سنوات ما بعد الحرب الباردة مباشرة أصبح الآن احتمالا حقيقيا مرة أخرى. عادت الأسئلة حول سلامتنا الجماعية وأمننا جنبا إلى جنب مع ذكريات الماضي المؤلم وغير البعيد. بتعبير أدق، نحن نتحدث عن أكثر من خوف واحد، القلق في وسط وشرق أوروبا وجودي بطبيعته. في الثمانينات كتب الكاتب التشيكي الفرنسي ميلان كونديرا أن الدول الصغيرة قلقة باستمرار بشأن وجودها، لأن استقلالها موضوع تساؤل مرارا وتكرارا. مشاهدينا، وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفصل. نشاهد الكاريكاتير مشاهدينا معكم ومع ضيفي دكتور ناصر المطيري وتعليقك حول هذا الكاريكاتير من صحيفة القدس. نعم، واضح أن هذا الكاريكاتير يرمز إلى التقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان بشأن الممارسات العنصرية الإسرائيلية، وهذه صورة أو رسمة وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد الذي يحاول دائما من خلال تصريحاته الادعاء بكذب منظمة العفو الدولية والطعن بمصداقية تقريرها، ولكن كما يبدو أنه التقارير الإنسانية الدولية واضحة وضوح الشمس وتفضح الممارسات الإسرائيلية التمييزية العنصرية. نعم، وبهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا. ما يسعني أن أشكر ضيفي الباحث في العلاقات الدولية دكتور ناصر المطيري، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. شكرا. شكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.